يوم الاثنين 12/11 يعلن سجن حمال مركزي للاطراف عن الطعام. اصحاب الايادي الحانيه البيضاء والنوافذ المشرعه دائما لعمل الخير، نناشدكم بكل الحب والاخاء للحد من عذاباتنا وتبديد معاناتنا. انا سجين منهل جرس نعوم من الطائفه المسيحيه من محافظه حمار قريه الفرو. نناشد الجهات المختصه وغير المختصه والجهات واللجان الوطنيه على امتداد الوطن بالنظر بعمليات تسويه لاوضاع السجناء في سجن حمال المركزي. انا السجين كمال ظريفي من محافظه جازفي منطقه فرداحه من الطائفه العلويه نسيج سجن حمال المركزي، وطالب بعفو عام او خاص وبطريقه سلميه عن سجن حمال المركزي.